السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في رحاب جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. مرحبا بكم في اللقاء التعليمي الخامس الذي نتكلم فيه على ضريبة نوعية جديدة، وهي ضريبة المرتبات والأجور. بعد أن تعرفنا في اللقاءات الماضية حول المدخل العام للنظام الضريبي بصورة عامة وعلاقة الضريبة والقانون وكذلك العلاقة المرتبطة بالقواعد الخاصة بالضريبة مدخل نظري شامل، وتكلمنا على جزء بسيط على الزكاة وعلاقتها بالضريبة، نتعرف في هذا اللقاء على الضرائب النوعية الأولى وهي ضريبة المرتبات والأجور. طبعا الأهداف عزيزي الدارس بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة، يتوقع منك أن تكون قادرا على أن تعرف ضريبة المرتبات والأجور، تتعرف على خصائصها، تتعرف على شروطها، تتعرف على نطاق الضريبة على المرتبات والأجور من حيث الدخول الخاضع للضريبة، وما هي الإعفاءات المرتبطة بها، كيف التعامل مع أسعار الضريبة المختلفة، وكيف تحدد الوعاء الضريبي لضريبة المرتبات والأجور، من ثم كيفية احتساب ضريبة المرتبات والأجور بالإضافة إلى صافي ما يستلمه المرتب أو الموظف بالأساس. سنتعرف على الضريبة هذه من حيث استخراج الوعاء، لكن قبل أن نتعرف على ذلك هناك مدخل نظري سوف نعرف من خلاله ما هي الضريبات المرتبات والأجور. ضريبة المرتبات والأجور هي ضريبة نوعية مباشرة تفرض على إجمالي دخل المكلف الطبيعي الناتج من العمل البحث لدى الغير، وهي ضريبة شهرية التحصيل سنوية الاستحقاق، تأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للمكلف، وتستقطع عند المنبع وتستجيب لقاعدة الملائمة. وبالتالي هذه الضريبة لها خصائص عدة من التعريف، نستنتج ما يلي عزيزي الدارس من خلال التعريف. يتضح لنا أن الضريبة على المرتبات والأجور تتميز بعدة خصائص نتعرف عليها وفقا للشكل الظاهر أمامك. هي نوعية مباشرة تفرض على إجمالي الدخل، تفرض على الشخص الطبيعي، شهرية التحصيل وسنوية الاستحقاق، قريبة من الشخصية، تحتجز عند المنبع وتستجيب لقاعدة الملائمة. سوف نتعرف بالشرح لتلك الخصائص على النحو التالي. كيف تكون الضريبة نوعية؟ تعتبر الضريبة على المرتبات والأجور ضريبة نوعية لأنها تفرض على نوع معين من الدخل الذي مصدره العمل البحث، مع ارتباط المكلف بصاحب العمل بعلاقة التبعية والإشراف. فهي ضريبة مباشرة، تعتبر الضريبة على المرتبات والأجور من الضرائب المباشرة لكون المكلف يتحمل عبئها ولا يستطيع نقله إلى شخص آخر، ولكونها تفرض على عناصر ثابتة تتميز بالاستقرار النسبي، ولكونها تفرض بمناسبة الحصول المكلف على الدخل له المرتب أو الأجر أو المكافأة أو البدل، ويمكن حصر المكلفين بها في كشوفات خاصة. ثلاثة، ضريبة على الدخل الإجمالي. تسري ضريبة المرتبات والأجور كما تعلم عزيزي الدارس على الدخل الإجمالي، على إجمالي ما يحصل عليه المكلف، مع الأخذ بعين الاعتبار الإعفاءات التي تقررها القانون أو التشريع الضريبي الذي يحصل عليه الموظف أو المستخدم أو الأجير، دون أي مصارف أو أعباء يتحملها المكلف في سبيل الحصول على الدخل، ومن ثم لا يسمح بخصم مصاريف انتقاله من مكان سكنه إلى مقر عمله. رابعا، ضريبة تسري على دخل الشخص الطبيعي. فتسري الضريبة على المرتبات والأجور على الدخل الشخص الطبيعي الذي يعمل لحساب الغير، سواء كان هذا الغير شخصا طبيعيا أم اعتباريا، ويمكن تبرير ذلك بأن العمل هو العنصر الأساسي في عقد العمل ولا يمكن تقديمه إلا من خلال شخص طبيعي. وبالتالي هي ضريبة شهرية التحصيل سنوية الاستحقاق. تتمتاز الضريبة على المرتبات والأجور بأنها شهرية التحصيل سنوية الاستحقاق داعمة للدخل القومي أو للموازنة العامة للدولة في نهاية كل عام، ولهذا يتم تحويل حد الإعفاء اللازم والشرائح التي حددت على أساس سنوي إلى حد إعفاء وشرائح شهرية. سادسا، ضريبة عينية قريبة من الشخصية. عزيزي الدارس كما هو معلوم بأن الضريبة الشخصية هي تلك التي تراعي الظروف الشخصية للمكلف كاملة، غير أن المشرع اليمني حاول أن يضفي على المرتبات والأجور بعض عناصر الشخصية الضريبية بحيث أصبحت قريبة من الشخصية وليست شخصية تامة، وذلك من خلال ما يلي. فحدد حد إعفاء الأدنى اللازم للمعيشة، ونظرا لكون الضريبة على المرتبات والأجور ضريبة شهرية التحصيل سنوية الاستحقاق، فيجب عند ربط الضريبة تحويل حد الإعفاء من حد إعفاء سنوي إلى حد إعفاء شهري،
ونظرا لكون الإعفاء السنوي هو 120 ألف ريال في قانون الضرائب فيتم إقسامه على 12 شهر وبالتالي فيحصل حد الإعفاء الشهري إلى 10,000 ريال. تمتاز الضريبة على المرتبات والأجور بأنها شهرية التحصيل سنوية الاستحقاق، ولهذا يتم تحويل حد الإعفاء اللازم والشرائح على أساس سنوي إلى حد إعفاء وشرائح شهرية. ثانيا، سمح القانون الضريبي بخصم قاعدة قسط التقاعد، وذكر في أحد مواده أن تستبعد من مجموعة الدخل الشهري المبالغ المقررة لحساب قسط التقاعد بموجب القوانين والأنظمة النافذة. جيم، جعل المشرع الضريبي سعر الضريبة تصاعديا مع تقليل عدد الشرائح وتقليل حد التصاعد بموجب القانون 17 لسنة 2010. سابعا، ضريبة تحجز، من ضمن الخصائص ضريبة تحجز عند المنبع. فعزيز الدارس، تعلم أن صاحب العمل هو الملزم باستقطاع الضريبة ويوردها هو الآخر، حيث أنه ملزم كذلك بالتوريد إلى مصلحة الضرائب باستقطاع هذه الضريبة من المنبع وتوريدها إلى الإدارة الضريبية، حيث ولو لم تستقطع الضريبة من صاحب الدخل نفسه. ثمانية، ضريبة تستجيب لقاعدة الملائمة. عزيز الدارس، تستجيب الضريبة على المرتبات والأجور لقاعدة الملائمة فهي سهلة التحصيل لكونها تجبى من المنبع، مما يخفف العبء عن كاهل موظف مصلحة الضرائب. علاوة على ذلك أن المكلف لا يشعر بوطأتها لأنها تحتجز قبل أن يسلم دخله. وهناك شروط عزيز الدارس لسريان الضريبة على المرتبات والأجور حددها الشريع أو التشريع الضريبي في القانون رقم 17 لسنة 2010. منها، واحد، أن يكون المبلغ المدفوع الذي يحصل عليه المكلف من قبيل المرتبات والأجور وما في حكمها مقابل عمل يؤديه المكلف لحساب الغير وتحت إشرافه وتوجيهه، أي أن تتوفر في علاقة المكلف بصاحب العمل علاقة التبعية والإشراف، وبغض النظر عن طريقة دفع هذا المبلغ سواء كان ثابتا أو متغيرا أو في شكل عمولة أو نسبة من الربح. ثانيا، يجب التفرقة بين المبلغ المدفوع من الخزينة العامة أو الخزينة الخاصة، لأن العرف الضريبي يفرق بينهما على النحو التالي. أولا، إذا كان المبلغ المدفوع من خزينة عامة مثل الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة، فهو يخضع للضريبة على المرتبات والأجور بشكل مطلق سواء كان هذا الشخص الذي حصل على هذا المبلغ يمنيا أو أجنبيا مقيما في اليمن أو في الخارج، سواء كان هذا المبلغ المدفوع من أعمال أو خدمات أديت في اليمن أو في خارجها. ومن هذا المنطلق أو من هذا المنطق تسري ضريبة المرتبات والأجور على الأجور التي تدفعها الحكومة اليمنية للعاملين الأجانب والعاملين بالسفارات والمكاتب في الخارج. ثانيا، إذا كان مبلغ المدفوع من خزينة خاصة مثل الأفراد والشركات على اختلاف أشكالهم القانونية سواء كانوا يمنية أو أجنبية، فهم يخضعون للضريبة على المرتبات والأجور وفقا للحالتين الآتيتين. واحد أو ألف، إذا كان المبلغ المدفوع لشخص مقيم في اليمن فهو يخضع للضريبة بغض النظر عن جنسيته سواء يمنيا أو أجنبيا، فبمجرد توفر شروط الإقامة في اليمن فتستحق ضريبة المرتبات والأجور على الشخص الذي حصل على الدخل. ب، إذا كان المبلغ المدفوع من مصدر أجنبي أي شركة أجنبية بسبب قيام شخص طبيعي بتأديته خدمة لليمن، فإذا كان هذا الدخل يخضع للضريبة على المرتبات والأجور سواء كان المستفيد يمني أو غير يمني، وسواء دفع له المبلغ في اليمن أو قيد لحسابه في خارج اليمن، فأساس استحقاق الضريبة هو الحصول على دخل مصدره شركة عاملة في الجمهورية اليمنية مقابل تأدية لخدمة في اليمن. وبناء على ما تقدم فإنه ما يتم دفعه من مرتبات وأجور من إحدى الشركات العاملة في اليمن بموجب القوانين اليمنية لموظفيها الذين يعملون بفروعها المستقلة في الخارج لا يستحق عليها الضريبة على المرتبات والأجور طالما وأنها دفعت من خزينة خاصة من مصدر خاص سواء كان في الجمهورية اليمنية أو عند خدمات أديت خارج الجمهورية. كذلك، إذا أوفدت إحدى الشركات الأجنبية بعض مهندسيها للإشراف على مشروع تقيمه في اليمن فإن المرتبات التي تدفعها هذه الشركة الأجنبية لهؤلاء المهندسين الأجانب عن مدة عملهم في اليمن تخضع لضريبة المرتبات والأجور.
لأنها دفعت لهم بسبب خدمة أديت داخل الجمهورية اليمنية. وإذا قامت إحدى الشركات العاملة في الجمهورية اليمنية باحتساب مرتبات لبعض الموظفين التابعين لها في الخارج لتنفيذ أعمال خاصة بالشركة العاملة في اليمن، وذلك بتخصيص كل أوقاته بالدوام لتحليل البيانات وإجراءات دراسات وتقييم التوصيات للأعمال التي تم تنفيذها في الجمهورية اليمنية، فإن هذه المرتبات تخضع لضريبة المرتبات والأجور وفقاً للقانون اليمني إذا لم توجد اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين اليمن والدولة التي تنتمي إليها الشركة العاملة في اليمن. وإذا قام أحد الشركات العاملة في الجمهورية اليمنية باحتساب مرتبات لبعض الموظفين التابعين لها في الخارج لتنفيذ أعمال خاصة بالجمهورية أو بالشركة العاملة في الجمهورية، وذلك بتخصيص كل أوقات الدوام لتحليل البيانات وإجراءات الدراسات وتقييم التوصيات للأعمال التي يتم تنفيذها في الجمهورية اليمنية، فإن هذه المرتبات تخضع لضريبة المرتبات والأجور وفقا للقانون اليمني إذا لم توجد اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين اليمن والدولة التي تنتمي لها الشركة العاملة في اليمن. هذه شروط سريان الضريبة. بالنسبة لنطاق فرض الضريبة على المرتبات والأجور، طبعا الدخول التي تسري عليها الضريبة عزيز الدارس استنادا إلى المادة 48 من القانون الضريبي رقم 17 لسنة 2010، فإنه تسري ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها من المزايا والمنافع النقدية والعينية على ما يلي: 1. الدخول التي تحصل من الجمهورية اليمنية، وتشمل هذه المبالغ جميع المرتبات والأجور وما في حكمها من المزايا والمنافع النقدية والعينية التي يحصل عليها الموظف أو العامل ومصدرها الجمهورية اليمنية مقابل أعمال لدى الغير في الجمهورية أو خارجها، وبغض النظر عن طريقة الدفع لهذه المبالغ سواء كان ثابتا أو متغيرا بصفة دورية أو غير دورية أو في شكل عمولة أو نسبة من الربح بعقد أو بدون عقد، وسواء تم تنفيذ العمل في الداخل أو الخارج باعتبار أساس فرض الضريبة في هذه الحالة هو مصدر الدخل من الجمهورية، سواء كان من الحكومة اليمنية أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الشركات المختلطة أو القطاع الخاص أو الشركات الأجنبية في الجمهورية اليمنية. ثانيا، الدخول المحققة في الجمهورية من مصدر أجنبي، وتشمل هذه المبالغ جميع الدخول التي يحصل عليها الموظف أو العامل من مصدر أجنبي مقابل أعمال تم تنفيذها في الجمهورية اليمنية بصرف النظر عن الشخص الطبيعي الذي يتقاضى هذه الأعمال سواء كان يمنيا مقيما أو غير مقيم، وباعتبار أن أساس فرض الضريبة في هذه الحالة هو دخل الشخص الطبيعي المحقق في الجمهورية اليمنية من مصدر أجنبي. ثالثا، الدخول التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في وحدات القطاعين العام والمختلط من غير المساهمين، وتشمل هذه المجموعة المرتبات وما في حكمها التي تدفع لرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة باعتبار هنا انفصال بين الملكية والإدارة في وحدات القطاعين العام والمختلط مع من غير المساهمين. رابعا، الدخول التي يحصل عليها رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في شركات الأموال، وتشمل هذه المجموعة المرتبات والمكافآت والبدلات والمزايا العينية والنقدية التي تدفع لرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في شركات الأموال، ويشترط التفرغ لإدارة الشركة حتى لا يلجأ رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في شركات الأموال الذين يشتغلون في نفس المركز الوظيفي في أكثر من شركة إلى تحميل كل شركة على حدة بالمرتبات وما في حكمها الذين يحصلون عليها من كل شركة. بالنسبة للإعفاءات من الضريبة، هناك طبعا مجموعة من الإعفاءات سوف نختصرها فيما يلي وفقا للقانون. كما تعلمون عزيز الدارس أنه لا ضريبة إلا بقانون ولا إعفاء إلا بقانون، وبالتالي ما هي الإعفاءات من الضريبة وفقا للقانون اليمني رقم 17 لسنة 2010؟ أول، الدخول التي يتقاضاها سفراء أو قناصل الدول الأجنبية الممثلة في الجمهورية اليمنية وأعضاء السلكين الدبلوماسيين والقنصلي أو الدبلوماسي والقنصلي والموظفين الأجانب. شرط 3 شروط ركز فيها عزيز الدارس: 1. أولا، المعاملة بالمثل. 2. أن يكون الإعفاء محصور للأجانب فقط، لذلك اليمني يخضع للضريبة. 3. أو 4. الدخول الخاصة بهم متعلقة بممارسة وظائفهم الدبلوماسية. إذن ثانيا، الدخول التي يتقاضاها خبراء المنظمات الدولية الأجانب وخبراء المعونات الأجنبية من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، طبعا هنا تشتمل فقط الدخول التي يتقاضاها الأجنبي العامل فقط، وهذا يعني أن الدخول التي يحصل عليها اليمنيون العاملون في هذه المنظمات تخضع لضريبة المرتبات والأجور. 3.
التعويضات أو المخصصات لمدى الحياة التي تدفع لضحايا حوادث العمل. طبعاً لاعتبارات إنسانية أعفى المشرع الضريبي التعويضات أو المخصصات التي تدفع لضحايا حوادث العمل أو لمن يعولون بعد الوفاة من الضريبة على المرتبات والأجور، حيث نصت الإحدى مواده على أنه تعفى من الضريبة كل من تعويضات حوادث العمل وإصابات العمل بما في ذلك المخصصات لمدى الحياة التي يتقرر دفعها لضمان حوادث وإصابات العمل أو لمن يعول بعد الوفاة وفقا للأنظمة واللوائح النافذة. رابعا، الإعفاء الرابع هي معاشات التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة. خامسا، التعويضات أو المخصصات أو المدفوعات مقابل أعباء العمل والمساعدات الطبية بشرط أن تكون مؤيدة بمستندات. أخيرا، دخل العامل بالأجر اليومي. طبعا أعفاء المشرع لعدة اعتبارات، من ضمن أهم الاعتبارات أن هناك الدخل طبعا غير محدد بكشوفات، وكذلك أيضا لدونية أو انخفاض هذا الدخل. طبعا في الختام، بعد أن تعرفنا على نظرة متمثلة في التعريف والخصائص بالإضافة إلى النطاق والشروط السريان وأيضا الإعفاءات من ضريبة المرتبات والأجور، في الختام طبعا عزيزي الدارس، هناك مجموعة من الأسئلة التقويمية منها إجابته لا أو نعم لما يلي: ضريبة المرتبات والأجور هي ضريبة شخصية. ثانيا، موظفون وهم المكلفون باستقطاع ضريبة المرتبات والأجور إلى المصلحة الضرائب. ثالثا، أجب على الأسئلة الآتية بوضع خط تحت الإجابة الصحيحة. يعفى موظفو المنظمات العاملة في الجمهورية اليمنية بشرط الممثل أجانب يمنيين. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن الاستماع والإصغاء، على أمل اللقاء معكم بإذن الله تعالى في اللقاءات القادمة، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.